يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. قال الله عز وجل في سورة الحجرات في الآية السادسة: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. بالرجوع إلى كتب التفسير ومنها تفسير الطبري يذكرون هكذا في سبب نزول هذه الآية، يقول الطبري برواية قتادة وهو ابن أبي معيط الوليد بن عقبة: بعثه نبي الله صلى الله عليه وآله مصدقا، يعني جامعا للصدقات، إلى بني المصطلق، هذه قبيلة عربية كانت تسكن قريب مكة بين مكة والمدينة. فلما أبصروه، لما شافوا هذا الوافد من قبل رسول الله آت من أجل أن يجمع الصدقات الزكوات، فلما أبصروه أقبلوا نحوه ترحيبا واستقبالا لموفد رسول الله صلى الله عليه وآله، فهابهم بدون ما يقابلهم، لف ظهره ورجع إلى المدينة، فهابهم فرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فأخبره أنهم من عنده طبعا، فأخبره أنهم قد ارتدوا عن الإسلام، فبعث نبي الله صلى الله عليه وآله خالد بن الوليد وأمره أن يتثبت ولا يعجل، فانطلق حتى أتاهم ليلا فبعث عيونه، خالد بعث الجواسيس يتجسسون هل فعلا مرتدين عندهم مظاهر إسلام لا، فلما جاءوا أخبروا خالدا أنهم مستمسكون بالإسلام وسمعوا أذانهم وصلاتهم، فلما أصبحوا أتاهم خالد فرأى الذي يعجبه، يعني ترحيب وتقدير وكذا موفد رسول الله صلى الله عليه وآله، فرجع إلى نبي الله صلى الله عليه وآله فأخبره الخبر، فأنزل الله عز وجل ما تسمعون، يعني هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. لماذا؟ خوفا من أن تصيبوا قوما بجهالة، وحين ذاك ما هي النتيجة؟ فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فأنزل الله عز وجل ما تسمعون، فكان يعني من بعد ذلك، من بعد هذه الحادثة التي كادت أن تسبب فتنة بين المسلمين وقتلا، فكان نبي الله يقول: التبين من الله والعجلة من الشيطان. التبين من الله، يعني هذا التصرف الذي يحبه الله ويهدي إليه الإنسان، والعجلة من الشيطان، يعني الشيطان يوسوس لك بسرعة، اخذ قرار بسرعة، ردة فعلك بسرعة، بحيث أن الإنسان ما يكون متأكد من هذا الأمر. هذه الآية طبعا تؤسس لأصل مهم في التعامل مع الخبر، هذا الأصل يتمثل في ضرورة التثبت من الخبر إن جاءك بمثل هذه الصورة، بحيث أن هناك احتمال أن يكون هذا الخبر فيه نقص، فيه خطأ، فيه في التعمد بالكذب إلى آخره. هنا من مسؤوليتك قبل أن ترتب الأثر، سواء على المستوى الشخصي أو بأن تنقل الخبر للآخرين، أو أن ترتب أثراً معيناً على الأرض، قبل ذلك عليك أن تتثبت. قد تقول: ولكن الخبر لربما جاءني من غير فاسق، لربما جاءني من مؤمن. أقول لك حتى في هذه الصورة، لعل هذا المؤمن
لم يتثبت، نسي هذه القاعدة، لم يلتزم بها، خدع. فإذا في مجال أنك تتثبت، من مسؤوليتك أنك تتثبت قبل أن ترتب الأثر، وحين ذاك تكون أنت في الاتجاه الصحيح. فلربما يكون مصدر هذا الخبر الذي نقله إليك المؤمن إنساناً متعمداً للتلفيق والكذب والدس وإحداث الفتنة، لربما يكون إنساناً مخطئاً، غفلة صار عنده، اشتباه صار عنده، لربما إنسان مريض عقلي يرى في عقله ما ليس بواقع، يتوهم ثم يقول ويكتب و ثم ينقل الإنسان المؤمن بلا تثبت، ثم يأتي المؤمن الآخر ويقول مصدر ثقة، مؤمن بعث لي، لكن لربما الأصل لا يكون كذلك. لابد أن السادة والسيدات تابعوا قضية قبل أيام قليلة من خلال الواتساب، قضية أثيرت يعني انتشرت بسرعة، مفادها أن أحد الأخوة الأعزاء من المهتمين بالشأن القرآني، من حفاظ القراء القرآن، من قراء القرآن، قد اشترك بمسابقة قرآنية دولية، وأنه عندما اشترك بها وحاز على مرتبة متقدمة على مستوى العالم أهمل الخبر ولم ينعكس ولم يرحب بذلك، وكل ذلك بسبب انتمائه المذهبي. حقيقة أن هذا الأخ العزيز بمجرد أن وصل إليه الخبر بادر وأرسل رسالة عبر الواتساب أيضا إلى من وصل إليه منه رسالة، بعث إليهم أن هذا الخبر تلفيق كذب، لم أشترك في عنوان المسابقة المذكور، اشتركت في مسابقة أخرى، لم أحز على مرتبة، ولا يوجد شيء من هذا القبيل. حقيقة تكلم من وحي مسؤولية دينية ومسؤولية وطنية، لأن الكلام الذي كانت تتضمنه الرسالة الأولى كان كلاماً يهدف إلى إحداث حالة من الشقاق والخلاف والنزاع والإثارة، كما اعتدنا على ذلك في كثير من الرسائل التي تنتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي. الأخ بادر مشكوراً في أن يكذب ويفند، وأيضاً ضمن رسالته مجموعة من المفاهيم الجميلة الواعية التي من خلالها يقول للناس تثبتوا وارحموا أنفسكم وارحمونا معكم. وهذا مهم، يعني أحيانا الإنسان قد تصل إليه رسالة فيها شيء سلبي ما يوصلها للآخرين من باب الإحساس بالمسؤولية، ولكن يستطيع أن يبذل جهدا آخر، وهو أن ينبه المرسل، يقول له ارحمنا وارحم نفسك، كف عن هذا. وهذه مسؤولية علينا أن نتحملها، لأن إذا كل واحد من عندنا تحمل مثل هذه المسؤولية لربما خفت هذه الحالة السيئة السلبية المنتشرة عندنا. حقيقة الرسالة الأولى كانت تتضمن كلاما يعني يثير حتى الإنسان الذي لا يثار، تثير هذه الكلمات باتجاه الفتنة. يقول هكذا في الرسالة الأولى: أتدرون لماذا؟ يعني لم يهتم بهذا الأخ، لأن الفائز هو الحاج فلان كويتي صحيح، ولكن مصيبته أنه شيعي رافضي صفوي، وسلم لي على الوسطية والمسافة الواحدة والوحدة الوطنية. إلخ إلخ إلخ، كلام منتقى يعني على الوتر الحساس، ومصطلحات معينة يضرب عليها من أجل أنه يحقق هدف معين. شيء غريب حقيقة، من يقف وراء مثل هذه الرسائل وفبركتها؟ تحس أحياناً كأن أكو ناس متخصصين في هذا المجال. أذكر قبل أسبوعين ثلاثة أحد الشخصيات العلمائية زارت الكويت بشكل شخصي غير معلن، وصل بالليل، الصبح أول الصبح انتشرت رسالة فلان الفلاني في الكويت ونفعل به
كذا وتهديد وكلام قبيح وشتم وإلى آخره، وأيضا مرة ثانية تمزيق بالصف الشيعي. من يقف وراء مثل هذه الرسالة؟ من يترصد؟ أكثر من هذا، مقاطع الفيديو التي تثير الفتنة وتسجل من خلال القنوات الفضائية المختلفة، من يمتلك تقنية تسجيل هذه المقاطع؟ حقيقة سؤال مهم. أنا متأكد أن أكثر الموجودين لا يعرفون هذه التقنية، وكثير من الناس الذين يتداولون هذه المقاطع لا يعرفون هذه التقنية، وليست بالسهلة وليست متوفرة بيد كل أحد. من له خلق أصلاً يتبع ويترصد مقابلة مقابلة، برنامج برنامج، ثم ينتظر إلى أن تأتي اللحظة الحاسمة التي فيها إثارة ويسجل، ثم يمنتج، ثم يعمل لها يعني رفع على الإنترنت مع المونتاج مالها وكذا، ثم يبدأ بالنشر. من متفرغ لهذا؟ خاصة أن هناك عشرات البرامج، من يدري أصلاً ماذا سيحتوي، وأن فعلاً هذا البرنامج فيه إثارة فلانية أو كلمة فلانية؟ شيء غريب، شيء غريب يجعل علامة استفهام كبيرة على هذا الذي ينتشر بأنه ليس عملاً بريئاً، ليس وراءه لا رضا الله ولا رضا رسوله ولا رضا أهل البيت ولا رضا الصحابة ولا رضا فلان ولا رضا كذا وكذا، وإنما وراءه نيات خبيثة تعمل على تحقيق وترسيخ وتمزيق المجتمعات الإسلامية المختلفة. لاحظ هذه الرواية، أرجو إن يعني أرجو اللي يسمع هذه الرواية التالية اللي يرويها الكليني رحمه الله في الكافي عن النبي صلى الله عليه وآله سيجدها منطبقة 100% مع ما يجري، وأرجو أن الإنسان يعمل بها، أرجو أن نعمل بها. يعذب الله اللسان بعذاب لا يعذب به شيئا من الجوارح، فيقول أي ربي عذبتني بعذاب لم تعذب به شيئا، فيقال له خرجت منك كلمة فبلغت مشارق الأرض ومغاربها. الواتساب مو يسوي كذي؟ التويتر مو يسوي كذي؟ يمكن بذاك الزمان واحد تصور هالقضية ما يصير عندنا، شلون تبلغ مشارق الأرض؟ منو اللي ينقل كذا؟ اليوم فعلا القضية في ثانية في لحظة. ماكو هذه آية النبي سليمان قبل أن يرتد إليك طرفه؟ كأن القضية صارت بهذا الشكل في لحظة، تشوف هذه القضية تنتشر انتشار النار في الهشيم. فبلغت مشارق الأرض ومغاربها، شنو النتيجة؟ فسفك بها الدم الحرام، مو هذه وراء الفتنة؟ فسفك بها الدم الحرام، وانتهب بها المال الحرام، وانتهك بها الفرج الحرام. شوف هذه الرسالة اللي ببساطة أنت كبسة زر تبعثها، لربما تكون النتيجة أن لا سمح الله لا سمح الله تكون أنت سبب أن يصير شيء من هذا، وعندما تحاسب تقول أنا لا كان قصدي ولا أرضى هالشيء يصير. لا، رضيت أو ما رضيت أنت صرت أداة لتحقيق ذلك. فسفك بها الدم الحرام، وانتهب بها المال الحرام، وانتهك بها الفرج الحرام، وعزتي وجلالي لا أعذبنك بعذاب لا أعذب به شيئا من جوارحك. وهذا ما يخص اللسان، تقول الواتساب مو كلام، هو كتابة، نفس الدور نفس الدور وأكثر من اللسان، لأن اللسان كلمات قد تنطلق في الهواء وتذهب، هذه صورة، هذا فيديو، هذا كلام يبقى ويقرأه الجميع ويشاهده الجميع. هل ما راح نكون إحنا محاسبين على فعل مثل ذلك؟ والأصل، تأكد هذه القضية، اجعلها أصل عندك، قاعدة عندك، أن ما يأتيك من خلال هذه الوسائل، ما يأتيك في إثارة فتنة أو مشكلة أو كلام منقول عن فلان وفلان وحدث إلى آخره، الأصل هو الكذب. اجعل ذلك عندك، إن جاءكم فاسق بنبأ، الأصل هو الكذب، الأصل هو ضرورة التثبت والتأكد. في الكافي عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه
جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال: يا رسول الله أوصني. فقال: احفظ لسانك. قال: يا رسول الله أوصني. قال: احفظ لسانك. قال: يا رسول الله أوصني. شنو يعني احفظ لسانك؟ شنو قيمة هذه الوصية؟ شو بيحقق لي هذا؟ أحتاج أمر، يعني استقل الوصية وكأنها لا تحقق له الخير الذي يتطلع إليه. يا رسول الله حملني مسؤولية أكبر، أوصني. قال: احفظ لسانك، ويحك، وهل يكب الناس على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ ليش مو قادر تفهم الصورة؟ ويحك، وهل يكب الناس على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ أنا شخصياً مقتنع أن هذه الأعمال تتم بأجرة، هناك أجهزة مخابراتية دولية تعمل وبالمال تخصص ناس تدفع لهم أموال، شغلهم هذا تلفيق، فبركة، تسجيل، بث، متابعة، وصار عندهم خبرة ماذا يقولون، ما الكلمات التي يستعملونها، لأن مارسوا هذا الشيء ووجدوا الأرضية عندنا. هذه النقطة، وجدوا أن الأرضية عندنا صالحة لكي يمرروا من خلالها مثل هذه الأعمال المدمرة لتدمير كل الواقع الإسلامي السني والشيعي، بين السنة والشيعة، داخل السنة وداخل الشيعة. هدفهم تمزيق كل شيء، هدفهم أن نبقى متشاغلين بأنفسنا كرها وحقدا وتدميرا، هذا هدفهم. أحيانا يكون على الأرض مثل ما يجري في سوريا، وأحيانا يكون بهذا الشكل بالتواصل عبر البرامج وهكذا، إن يصير شحن وبغضاء إلى آخر. فإلى متى سنبقى كالدمى بأيديهم يحركوننا كيفما شاءوا، مستغلين بذلك ابتعادنا عن القيم التي أراد الإسلام ترسيخها فينا لنعيش حياة أفضل؟ عندما يقول لنا تثبتوا، يريد الإسلام لنا أن نعيش حياة أفضل حتى لا تكون هناك فتنة، لا تكون هناك مشاكل. فإلى متى نستجيب لنداءات الشياطين وننسى نداء الله عز وجل؟ لقد أسقطت الفتن التي أنتجتها كلماتنا الكثيرة من عناوين القوة فينا، وجعلتنا في مهب رياح الآخرين. وقد قال الله تعالى: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. وهذه هي النتيجة الحتمية لكل الكلمات اللامسؤولة التي تنطلق بالوسائل التقليدية أو الحديثة لتخرق وتمزق كل أواصر الألفة والتعايش السلمي التي ينبغي لها أن تجمع الناس لتفسح المجال لخليفة الله على أرضه أن يعمرها. وهل يتحقق الإعمار والتنمية والتطوير في أجواء ملؤها الفتن والأحقاد والتشاحن؟ نريد الكلمات الواعية الموحدة المقربة للقلوب الموئدة للفتن، ولتصمت إلى الأبد كل الأصوات المفرقة والموترة، الأصوات التي تستفز وتطلق حقدا وبغضاء. اللهم وفقنا لما تحب وترضى.